الملاحظات اللي سجلناه هو انه يعني التواصل مع الجماهير فيما يخص المناطق، تموقع المناطق، حيت البارح للاسف لاحظنا بانه بزاف ديال المتفرجين وصلوا للابواب ولكن ماشي ديال ذاك المنطقه اللي هو عنده فيها التيكي. اذا هنايا غادي نحاولوا نزيدوا شويه، ماشي شويه، غادي نزيدوا يعني في التواصل باش الناس تعرف التموقع ديال كل منطقه فين كاينه، وخصنا خصوصا انه يكون واحد يعني واحد التجاوب مع المتفرجين باش نسهلوا عليهم مساله الولوج، لان المشكل الكبير اللي وقعنا البارح هو الولوج، يعني جرات العاده بانه تيجي تيدفع الباب تيدخل. البارح كان واحد الوقت يعني تقني لابد منه باش يدير التيكي ديالو، باش كي لا ليكتور الكترونيك ديال لو باج ديال التيكي باش يمكن لو تورني كيدخل. هذاك باقي ما بغاش تدخل، يعني نستوعبوها بطريقه طبيعيه، مي غادي يجي. انا الحمد لله وراه تنقولها هذا ما فاقش، بالعكس، لان واحد التجاوب كان البارح اللي يعني في في في, في الحصه فات ذاك المنتظرات ديالنا، لان حنا عرفنا بان ديما تتكون ذاك شويه ديال في الاول تتكون شويه ديال يعني ديال المقاومه، حيت كاين الجديد كاين الجديد، ولكن الحمد لله يعني لو ديسبوزيتيف ا بيان مارشي. وتنظن بانه ان شاء الله الرحمن الرحيم مع الرجاء غدا غادي يكون اختبار ثاني، ونتمناو على الله بان الحصيله ديال هذه المباراه ديال البارح وديال غدا غتسمح لنا يعني باش ندير واحد القفزه معنويه مهمه حتى في التعامل مع المتفرج. باسكو الحال من طبيعه الحال مادام انه وضعنا سبعنا على بعض الهفوات، فالهدف هو انه نحيدوهم في هذه المباراه ديال غدا اللي هي غادي يكون عندها واحد الصبغه شويه يعني اكثر من الاولى، لان الوغ مثلا هو انه فيما يخص الوصول ديال المتفرج للعشوار، البارح في بعض المناطق خليناها حره، بمعنى حره يعني كان باب كبير وتيدخل لو اشوار. غدا غادي نحاولوا باش داك شاك اشوار غادي يكون غادي يجيبوا اون فيل بدي سكون ابل دي باريير، يعني اون فا اوريونتي السيد باش يجي يعني واحد مور واحد، ماشي باش كل شيء يدخل وعاد ديك الساعه كل واحد غادي يمشي لو اشوار. اذا يعني بور كاناليزي اون فيت جو سي با بالفرنسي بور كاناليزي لي فلو داريفي او نيفو دو اشوار، حيت لو اشوار يعني راه ماكينه، كل ما عطيتي كل ما هيروكان ما يمكنلكش زعما انا كيف قلت قبيله واحد ان طون ماتيريال يعني واحد الوقت التقني ما يمكنلكش تنقص منه، هو ديال القراءه ديال لو كودا باغ اللي كاين عندك في التيكي ويحل لك الباب باش تدوز من الجهه الاخرى.